النهارده معانا الموديل الاكثر انتشار والاعلى جوده في المجموعه اللي احنا شرحناها دي كلها بالنسبه لي، وكمان سعره اعلى سعر في المجموعه دي كلها. السماعتين دول ناس طلب كتير مننا فيديو يقول لك ايه الفرق بين الاي 99 العلبه البيضاء والعلبه السوداء، العلبه البيضاء اللي هي موديل 2020 والعلبه السوداء اللي هي الاصدار القديم. احنا في الفيديو ده هنوضح الفرق ما بين الاثنين، وهنقول لكم كل تفاصيل السماعات وانهي الافضل فيهم. وطبعا ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو، نفتح العلبه البيضاء مع بعض ونشوف شكل السماعه عامل ازاي. ده شكل السماعه اللي في العلبه البيضاء، والعلبه السوداء هنفتحها مع بعض. ده شكل السماعه في العلبه السوداء زي ما حضراتكم شايفين كده. ده السماعه اللي في العلبه البيضاء ودي السماعه في العلبه السوداء. اول حاجه بنلاقيها في الشكل يا جماعه مختلف، ان هنا الشاشه اكبر وباين رسمتين للسماعه كده في الجنب زي ما حضراتكم شايفين، اما هنا الشاشه بتكون صغيره على قد الارقام بس. تمام، تعالوا نشوف مع بعض الحجم، الاثنين زي بعض ولا لا؟ الاثنين تقريبا نفس الحجم زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي اختلاف، حتى منفذ الشحن نفس منفذ الشحن. تمام، يبقى اذا الاختلاف المبدئي كده يا جماعه في حجم الشاشه اللي موجوده هنا وهنا. تمام، شكل الشاشتين وهم بيدوك نسبه شحن البوكس، ده الشكل يا جماعه. هنا علامه الاخضر بتاعت السماعه تنور كده نور بسيط وتطفي، وهنا نفس القصه. تعال نشوف بقى الفرق هيبقى معانا في السماعات الداخليه ولا لا. تعال نشوف ديت الاي 99 العلبه البيضاء شكلها عامل ازاي هنا في، والسماعه اللي في البوكس الاسود زي ما حضراتكم شايفين مختلفه تماما تماما عن الثانيه كحجم وحجم السماعه نفسها وكديزاين نفسه من جوه، دي مبططه شويه. تمام، اما الثانيه شكلها بيضاوي. نحط الاثنين مع بعض كده ونشوف شكلهم. ده شكل السماعه بتاعت الاي 99 العلبه البيضاء، وده شكل السماعه بتاعت العلبه السوداء. ده شكلهم كده، وده الاختلاف بينهم زي ما حضراتكم طلبتوا ونوضح الفرق. جوده صوت لو بتتكلم بالامانه هتدي الصوت درجه من 10، دي 8 من 10 ودي 9.5 من 10. درجه صوت قريبه شويه من بعض، لكن في الاي 99 العلبه السوداء صوتها اعلى وانقى واوضح. تمام، الاختلاف الثالث والاخير اللي هنقول عليه هو وصله الشحن بالنسبه للعلبه السوداء. نشوفها مع بعض دلوقتي بمنفذ شحن تايب سي مش لايتنج. تعال نشوف العلبه الثانيه اللي هي العلبه البيضاء، بتيجي بوصله شحن لايتنج زي باقي السماعات اللي احنا قلنا عليها لايتنج. والسماعتين بيشتغلوا على اي موبايل اندرويد، سواء سامسونج اوبو انفينكس، اي موبايل اندرويد والايفون طبعا هتقرا معاك انها سيمي اوريجينال. اول ما تفتح البوكس بس كده هتبان معاك انها في سماعه ايربوت موجوده، تقدر تعملها كونكت وترد منها على مكالماتك، ترد منها على مكالماتك زي ما قلنا، وتسمع المزيكا اللي انت عايزها. والبوكس بيشحن معاك من 3 لـ4 مرات زي ما قلنا للسماعتين. والسماعات دي طبعا بتشتغل تاتش زي ما قلنا من فوق، انها بتكون شغاله تاتش معانا من هنا، وصوتها في المكالمات كويس جدا.